السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنعرف ازاي نعمل ساعة كلها من الخشب تستخدم كقطع الديكور، تمام؟ وفي نفس الوقت هنستخدم النهاردة ماركة اسمها اويس. كتير جدا بتشتكي ان المعدات سعرها غالي جدا ومحتاجين لبديل يكون ماركة كويسة وسعرها وجودتها يكونوا كويسين. النهاردة معانا ماركة اويس نستخدمها مع بعض وهنقول لكم كل الملاحظات، ايه المعدات اللي تشتريها وايه المعدات اللي ما تشتريهاش من ماركه اويس، وتعتبر ماركه اقتصاديه وسعرها كويس جدا وكفاءتها كويسه جدا. تعال نشوف مع بعض البديل. اول حاجه هنجيب ورق كرتون عشان نعمل منه الفرمه او النموذج. فنبدا نعمل اول حاجه الساعه، هنفتح البرجل الفاتحه 11 سنتي وبعدين نفتح البرجل كمان فاتحه 14 سنتي عشان نعمل الداير بتاع الساعه، وبعدين نبدا نرسم الساعه. هيكون تقريبا عرضها 28 سنتي في طول 35 سنتي، وبعدين نبدا نفرغها باستخدام الكتر ونقلبها او نتنيها في الاتجاه الثاني عشان يكون اليمين والشمال بتاعها زي بعض. بعد كده هنرسم الحزام بتاع الساعه، هيكون طوله 55 سنتي في عرض 14 سنتي تقريبا. اما الحزام الثاني اللي فيه الافيز فيكون طوله تقريبا حوالي 43 سنتي في عرض برضه 14 سنتي. ده كده النموذج الورق بتاع الساعه. هنبدا بعد كده نجيب خشب سويدي سمك 2 سنتي ونبدا نلزقهم مع بعض. فهنحدد اماكن الكوايل وبعد كده نبدا نثقب في منتصف الخشب بالظبط. هنجيب الكوايل ونظبط عمق البنط او الريشه بحيث تكون ازيد من المنتصف طول الكويله بشيء بسيط عشان نبدا نجمعهم الاثنين مع بعض. بعد ما جمعتهم هبدأ أشدهم على الفتايل وأسيبهم تاني يوم لتمام الجفاف. هنقل الرسم على الخشب وأبدأ أقصها بمنشار الأرض. ده لوح خشب سدايب بدون قشرة من شركة جيزا وود، هقطع منه جزء واخليه الوش الداير بتاع الساعة من فوق، وبرضه هرسم شكل الساعة عليه علشان احط الغراء في الاماكن الدايرة الخارجية بحيث لما اجي اقص وافرغه ما يكونش الجزء الداخلي لازق في الخشب زي ما هنشوف مع بعض. هبدأ الزقهم مع بعض واسيبهم للجفاف، وهستخدم ريشة المسح او الغسيل. الريشة دي هسيب لك الرابط بتاعها ان شاء الله في صندوق الوصف، وابدأ استخدم الراوتر وبالتالي الريشة هترسم نفس الساعة اللي تحت، هترسمها على الخشب اللي انا لزقته عليها من فوق. هحدد مركز الدايرة علشان ابدأ افرغ الجزء الداخلي. هستخدم في التفريغ دليل عمل الدوائر، وده كنا عملنا له فيديو هيظهر دلوقتي فوق واسيبهولك ان شاء الله في صندوق الوصف. ابدأ استخدم ريشة الحفر ديت واثبتها في الراوتر وابدا اخد القياس اللي انا عايزه. فهعمل اول دايره خارجيه على البعد الخارجي، وبعد شويه ابدا اعمل الدايره الداخليه وابدا اتدرج بعمق الراوتر لحد ما اوصل لنهايه الخشب. كده انا فرغت الدائره بتاعه الساعه، هبدا اشيلها وابدا باستخدام الصنفره بتاعه الصاروخ اشطف الاجزاء اللي هيركب فيها الشريط بتاع الساعة. طبعا لازم اظبط الصاروخ على سرعة منخفضة مثلا 2 أو 3. عاوز بعد كده اقسم الساعة، هبدأ اجيب ورقة بيضة واتنيها بالشكل ده، اتنيها بالطول وبالعرض بحيث تديني القطرين بتوع الدايرة. هركز في المنتصف واعمل دايرة، وبنفس الفتحة اللي انا ركزت فيها هبدأ أركز في أحد الأقطار بنفس الفتحة وأعمل قوس في الاتجاه اليمين والشمال، وأركز في القطر الثاني وأعمل قوس بنفس الفتحة. أصبح كده مقسم لي الدايرة على عدد الأرقام اللي هحطها في الساعة. وبعدين أنقل أماكن الأرقام على الساعة.
طريقة عمل الكوائل دي كنا استخدمنا الجيك ده، وهسيب لك الرابط بتاعه هيظهر دلوقتي فوق، وهسيبه لك في صندوق الوصف. على قد الكوائل الكبيرة هبدأ أثقب لها في أطراف الساعة، وكمان هعمل ثقوب صغيرة للأرقام اللي بين الأطراف. وانت بتركب الكوائل ممكن تحط نقطة من الغراء او نقطة من السوبر جلو عشان تزيد التثبيت لو كانت الكوائل اصغر شوية من الثقوب. بعد كده هبدأ اشيل زيادات الكوائل اما بالصاروخ الترددي او ممكن تستخدم الازميل. هنعمل العقارب بشرايح خشب سمك 2 ملي، هنبدأ نرسمها وندورها باستخدام الصنفرة أو المبرد. بعد كده هتبدأ نثقب العقارب، وبكويلة نفس مقاس البنطة هنبدأ نركبها في الساعة بالشكل ده. هنبدأ نرسم الحزام بتاعنا على الخشب. الحزام ده طوله 55 سنتي، والحزام المقابل ليه بيكون طوله 43 سنتي تقريبا. بعد ما قصينا الخشب هنجيب منتصف الحزام ونبدأ نعمل فيه 3 ثقوب. وبالبنطة دي او بالريشة دي أبدأ اكسر حواف الخشب وادور الحزام بتاعي. وبالأزميل هبدأ أوضح وأبين الإفيز علشان يكون أكثر إقناع. هستخدم الريشة الكوباية مقاس تقريبا 5 سنتي علشان أعمل بيها مفتاح وزرار الساعة. هتكسر الحواف وتدورها اما باستخدام الراوتر او المبرد او الصنفرة. بعد كده الجزء ده هدهنه بالصدر، واخلي الحزام اليمين واليسار طبعا مش هندهن لانه هندهن بالدهان الزيتي. بعد كده ابدأ احدد اماكن الكوائل اللي هثبت فيها الساعة مع الحزام اليمين واليسار. قبل ما اجمع الساعة هبدأ ادهن الحزام اليمين واليسار بالدهان الزيتي بدرجة اللون المطلوبة. هنبص كده هنلاقي الحواف المتدورة مش مظبوطة والدهان معدي عليها، فهبدأ استخدم الراوتر تاني، هنزله دوبك جزء من الملي، هيبدأ يكحت ويشطف الخشب تاني ويدوره ويبروزهولي ويحدد لي شكل الحزام بحيث يكون شكله افضل ان شاء الله. هدهن حواف الخشب بالصدر عشان احافظ على لون الخشب يستمر زي ما هو. نبدأ بقى نجمع الساعة مع بعض، وابدأ اجمع الحزام مع جسم الساعة باستخدام الكوائل. وده كده الشكل النهائي للساعة بعد ما دهناها.
طبعا ممكن استخدمها كقطع ديكور على الحائط، ممكن تركبها اما بشكل طولي بالمنظر ده كده، او تحطها بالعرض برضو على الحائط على حسب ما يتناسب مع شكل الديكور عندك. طيب نيجي بقى للمعدات اللي استخدمناها وتقييمنا ليها. اول حاجة منشار الاركت ده هو طبعا مش احسن حاجة، يعني قصه بطيء شوية وبيحصل رج خفيفة في الايد وانت شغال بيه، ممكن نديله تقدير جيد ولكنه شغال ولكنه مش احسن حاجة، تمام. طيب بالنسبة للصاروخ كويس ما فيهوش اي مشاكل، بالنسبة للدريل كويس برضو ما فيهوش اي مشكلة. بالنسبة بقى للراوتر، فالراوتر ده اكثر من رائع، ممتاز جدا الراوتر ده، ولكن خلي بالك ان فيه 2 موديل، ده الموديل الجديد وده الموديل القديم. الموديل القديم كان فيه مشكلة في الجزء ده وهم ظبطوها وطلعوا الموديل الجديد ده، فلو هتشتري خلي بالك من الموديل، قربته لك اهو، ممكن تاخد صورة للشاشة عشان تتأكد من الموديل. الراوتر ده ممتاز. بالنسبة للصنفرة، الصنفرة دي بقى لها معايا سنة، ممتازة جدا ورائعة وزي الفل ما فيهاش اي مشكلة. مجملا الماركة حلوة قوي، وانت بتشتغل بيها ما بتحسش ان الجهاز بيسخن منك، معنى كده ان الملفات الداخلية كويسة. عموما الماركة كماركة اقتصادية ممتازة وبديل جيد جدا للماركات الغالية. دعواتكم لنا جميعا بالتوفيق، اللهم اجزينا جميعا خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.